السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أصدقائي، هناك العديد من الإخوة يتفاجؤون بأنني أظهر بهذا الصندوق العجيب أو ما يصطلح عليه بالصندوق الغامض، والذي يدعي الكثير من يقومون بسجيل الفيديوهات ونشرها في الإنترنت على أنهم توصلوا بهذه الصناديق من الدارك ويب أو الدارك نت. فرجاء السؤال الأول الذي أطرح، هل تعرفون حقا ما هو الدارك ويب والدارك نت؟ الدارك ويب والدارك نت هو مجال يرتاح فيه المجرمون وجميع أنواع المجرمين، المغتصبون، البيدوفيليا، المخدرات، المحتالين، المافيا، يعني جميع أنواع المجرمين يرتاحون في هذا المجال. وتفاجأت حقيقة أن هناك بعض الأسود الذين استطاعوا أن يشتروا هذه الصناديق من الدارك نت، بل والأدهى أن هؤلاء الإخوان قاموا بفتح هذا الصندوق ومشاركتنا ما توصلوا به. إلا أنه للأسف ما سأشارككم فيه في هذا الفيديو هو أفضع من ذلك، تابعوني. لكن دعوني قبل أن أفتح هذا الصندوق وأشرح لكم كل التفاصيل، أولا بالنسبة للإخوة الذين يتوفرون على هاتف آيفون، رجاء هناك تطبيق يمكنكم من منع الإعلانات على هواتفكم آيفون، وبالتالي يمكنكم الحصول على هذا التطبيق قبل حذفه، لأن هذه التطبيق يعني متعارض نوعا ما مع سياسة أبل. فقبل حذف هذا التطبيق يمكنكم الحصول على هذا التطبيق انطلاقا من الرابط الذي ستجدونه في الأسفل. طبيعة الحال التطبيق يأتي بشرح، يعني يمكنكم كذلك أن تتابعوا شرح في نفس التطبيق. طبيعة الحال الرابط ستجدوه في الأسفل، لهذا لا تترددوا إذا كنتم توفرا على آيفون أن تنقر على الرابط. الآن نعود إلى صلب الموضوع. طبعا الحال يأتي شخص أمام الكاميرا، وهم عشرات الآن وملايين المشاهدات رجاء، يأتي شخص أمام الكاميرا هكذا يظهر اندهاشه، يخبرك على أنه اشترى هذا الصندوق من على الدارك نت، من العالم الأسود، من العالم الذي يرتاح فيه المجرمين، وهو لا يعرف ما يوجد في هذا الصندوق. فهو لا يعرف، هو يتأمل أمام الكاميرا ويبدي اندهاش، ثم بعد ذلك يفتح الصندوق. واو، ما هذا؟ إنه القديد، إنه اللحم المجفف. هو لحم مجفف في الدارك نت؟ هل سيكون لحم الإنسان على سبيل المثال؟ ما هذا؟ إنه برغي، فك براغي. نعم إنه مفك براغي، وعليه قليل من الدم. يا أيها الإخوان شاهدوا، قليل من الدم يا إلهي. على العموم ثم يشرح في كل هذه الطرهات التي لمن ما سمعت بها في الدارك نت منذ أزيد من 6 سنوات تعرفت على هذا المجال، لم يسبق لي أن سمعت بهذا هذه الطرهات. رجاء أصدقائي، هناك شخص قال على أنه اشترى هذا البوكس بباي بال. تفتكرني حمار أو تفتكرني مغفل؟ ماذا تفتكرني يا صديقي؟ ستشتري بهويتك والشخص سيستقبل المال بهويته على الدارك نت؟ هذا هراء يا أصدقائي. على العموم الموضوع ككل أنه لا يوجد شيء اسمه الميستري بوكس. هذا الميستري بوكس أصلا قصته أنه ظهر في الإي باي، أن هناك بعض اليوتيوبرز يشترون الصناديق الغامضة من إي باي. ولكن إي باي بطبيعة الحال عندما تشتري هذا الصندوق من إي باي يتوفر يعني به الكثير من الأغراض، ويبقى فقط عنصر المفاجأة. أنت تشتري ميستري بوكس مثلا بألف بوكس بألف دولار، أو مثلا هذا الصندوق الغريب أو المفاجئ، صندوق هذا الصندوق الغامض، تشتري هذا الصندوق الغامض من على إي باي، وبطبيعة الحال يعني تصرف 1000 دولار يمكن أن تجد به أغراض أكثر من 1000 دولار، يعني يبقى صندوق غامض لا نعلم. ولكن أخذوا نفس الفكرة ويعني لكي يخلقوا نوعا من الإطارة والتشويق، وألصقوها بفكرة الديب ويب، وهي فقط فكرة أخذوها من بعض الفيديوهات الأجنبية المحدودة على أطراف الأصابع. فقاموا بأخذ هذه الفيديوهات بطبيعة الحال لكي يقوموا بعنصر التشويق. أنا بحثت في هذا المجال وحاولت أن أشتري هذا الميستري بوكس. أول شيء أنك عندما تشتري على الدارك نت بالبيتكوين أقول نشتري من على الدارك نت بالعملات الرقمية وليس بالباي بال رجاء. ثم بواسطة هذه العملات الرقمية التي نشتري بها، فهذه العملات أولا كما تعرفون أن هويتها غير معروفة، ولكون أن الهوية غير معروفة يا صديقي الذي اشترى البوكسات، فهذا الصندوق قد تشتريه وترسل للشخص
البيتكوين ولن يرسل لك أي شيء لأنه محتال، ولسنا هنا من أجل عمل ما يسمى بالماركتين أو أن البائع يحافظ على سمعته في الدارك نت، لأن كل شيء هو احتيال ونصب، والبوكسات التي يتوصل بها البعض تكون فيزيائية، يعني الشخص يأتي ويقول لك ستستلم هذا البوكس مثلا من أمام محطة الوقود أو من محطة، لا يرسله لك في الطائرة أو في البريد، لأنه إذا أرسله لك في البريد من السهل جدا أن تصل إلى هويته. وبالتالي كل تلك الفيديوهات يا أصدقائي هي كلام فارغ ولا وجود لها أساس من الصحة، وكل من نشر تلك الفيديوهات هم نصابين ودجالين ومحتالين غرضهم فقط الربح من الإعلانات التي تظهر على اليوتيوب. دمتم سالمين، شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء. يمكنكم طبيعة الحال متابعتي على صفحتي الاجتماعية، معكم أمير رغيب. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيديوهاتي فمرحبا بك على قناتي، تجربة أكثر من 18 سنة أشاركها إياها في قناتي على المحترف، فمرحبا بكم. انقر على زر سبسكرايب ثم نوتيفيكيشن ليصلك كل جديد. نتابع إن شاء الله درس غدا بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله، لا تبخلوا علينا باللايكات ثم الشير والكومنتس. إلى اللقاء.